من منتوجات الوسيلة الخميرة البلدية الطبيعية. تحتوي الخميرة البلدية على العديد من الفيتامينات، بالأخص مجموعة بي بأكملها، كما تحتوي على العديد من المعادن وبالأخص معدن الكروم المساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، كما أنها غنية جداً بالبروتين، لذلك فهي مزود قوي للجسم بالطاقة اللازمة للقيام بنشاطاته اليومية سواء تعلق الأمر بالأعصاب أو العضلات، كما أنها غنية بالكيراتين الذي يساعد على نمو الشعر وبنائه وتأخير الشيب فيه وحمايته من الجفاف، وهي عامل قوي لصحة الجلد لكونها محاربة للبكتيريا وتساعد في تسمين الوجه وتزيد في الوزن إذا استخدمت بجرعة أكبر، كما تفيد في منع الإمساك والإسهال في نفس الوقت، ولها فوائد أخرى كثيرة. طريقة الاستعمال: تؤكل ملعقة كبيرة مرتين في اليوم في أي وقت، أما إذا كان استعمالها من أجل زيادة الوزن فستستعمل 3 مرات في اليوم وبعد الأكل بساعتين. أما بالنسبة للوجه والشفاه فتستعمل قناعا مع الحليب لمدة ساعة أو أكثر مرة واحدة في اليوم حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة، ويمكن استعمالها كمخمر ومحصن طبيعي للخبز، غير أنها تحتاج إلى وقت طويل للتخمر الطبيعي.